إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، للأخلاق أيها الإخوة المؤمنون أهمية كبيرة في دين الإسلام، والإسلام كما تعلمون عقيدة وشريعة وأخلاق، وسنتحدث إن شاء الله في هذه الخطب عن الأخلاق الإسلامية بشيء من التفصيل. ويبين لنا أهمية الخلق في الإسلام ما قلناه في الخطبة السابقة، وأهم ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حصر مهمة بعثته صلى الله عليه وسلم في أن يتم الأخلاق، لنعلم جيدا أهمية هذه الأخلاق في ديننا. والعقيدة الصحيحة تستلزم التحلي بكل خلق حسن والتخلي عن كل خلق رذيء وقبيح وذميم، وذلك أن الأخلاق ترتبط بثلاثة أركان من أركان الإسلام أو أركان الإيمان: ترتبط بالإيمان بالله وبالرسل أو برسوله صلى الله عليه وسلم، وبالبعث باليوم الآخر. فمن ناحية الإيمان بالله، فإن المسلم عندما يتخلق بالأخلاق الحسنة ويجتنب الأخلاق السيئة القبيحة يعتقد ويؤمن بأن الله تعالى أمره بذلك، يعني أنه يأتي بهذه الأخلاق لأنها من مستلزمات الإيمان، ليس مثلا لأنه يريد ثواب الناس أو أنه يريد أن يرضي أحدا من الناس أو أنه يخاف على خلق قبيح أن يعاقب عليه القانون مثلا، وإنما يأتي بهذا الخلق الحسن إيمانا بالله تعالى وابتغاء لمرضاة الله تعالى، لأن الله فرض عليه ذلك. وأما ارتباط الأخلاق بالعقيدة من جهة الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإن المسلم كذلك يأتي بهذه الأخلاق الحسنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها، ويجتنب الأخلاق القبيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. ومثل هذا يقال كذلك في الإنسان: لا يأتي بهذه الأخلاق الحسنة لأنه مثلا ينتظر إحسان أحد أو ينتظر مدح أحد له في العمل أو في المعمل أو في غيرها من الأماكن. وكذلك إذا اجتنب الخلق القبيح لا يخاف من القانون، لذلك يجتنب هذا الخلق، أو يخاف من رب العمل، لذلك يجتنب هذا الخلق أثناء عمله، وإنما يأتي بهذا الخلق أو ينتهي عن الخلق السيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخلق الحسن ونهى عن الخلق القبيح. وأما ارتباطها بالإيمان باليوم الآخر فنفس الشيء، يأتي المسلم بالأخلاق
الحسنة لأنه يرجو ثواب الأخلاق الحسنة وينتهي عن الأخلاق السيئة لأنه يخاف من عقاب الله تعالى على هذه الأخلاق السيئة. Chers frères et sœurs, en fait, le bon comportement est un élément de haute importance dans l'islam. Sans lui, les actes d'adoration ne sont que des gestes et des cultes sans valeur. Le but final du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien du message de l'islam en général, est que le musulman acquiert une morale. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à ce sujet, il a affirmé dans un hadith, il a dit, je suis envoyé pour parfaire les nobles caractères. Je ne suis envoyé que pour parfaire les nobles caractères. Ce qui nous montre l'importance du bon comportement en islam. Les actes de dévotion prescrits par l'islam et considérés comme des piliers de la foi ne sont pas de vagues rituels ou des gestes qui n'ont aucune portée ou signification. Au contraire, il s'agit d'exercices répétitifs visant à habituer le fidèle à se doter d'une bonne moralité et à la garder quelles que soient les circonstances, par exemple la prière. À travers la croyance en Allah et au jour du jugement, l'islam fournit une force qui permet à chacun d'adopter une conduite morale et sincère de tout son cœur et de toute son âme. Le musulman se comporte bien parce qu'il croit en Allah. C'est Allah qui lui a ordonné de se comporter bien de tel bon comportement ou bien d'éviter tel mauvais comportement. C'est pas parce qu'il craint par exemple la loi ou il attend l'éloge de quelqu'un, de son patron, etc. Et aussi la foi en son prophète, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné les musulmans de se comporter convenablement. Et en le jour dernier, parce que il craint le jugement, c'est-à-dire de ce bon, il attend la récompense de ce bon comportement, ou bien il craint le châtiment de ce mauvais comportement. وكيف نكتسب الخلق الحسن ونجتنب الخلق السيئ أيها الإخوة؟ كثير من الناس يعني يتساءلون كيف يمكن لنا أن نتحلى بالأخلاق الحسنة ونجتنب الأخلاق الرديئة القبيحة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة التخلص من الأخلاق الرديئة، يقول رحمه الله: اعلم أن أصعب ما على الطبيعة الإنسانية تغيير الأخلاق التي طبعت النفوس عليها. يعني أصعب شيء أن الإنسان يغير واحد الخلق اللي فيه، يعني يخصه واحد المجهود كبير. ثم قال رحمه الله: ونقدم مثلا، يضرب لنا واحد المثال باش نفهمه. قال: نهر جار في صببه ومنحدره، واحد النهر غادي مثلا لواحد الحدرة، ومنتهين إلى تغريق أرض وعمران ودور، وفي النهاية ديالو غادي يغرق واحد الدوار وما فيه من الناس والخير، وأصحابه يعلمون أنه لا ينتهي هذا النهر حتى يخرب دورهم ويتلف أراضيهم، فانقسموا ثلاثة فرق. فرقة صرفت قواها وقوى أعمالها إلى سكره وحبسه وإيقافه. واحد الفريق منهم قالوا الناس باش ما يضرناش هذا النهر غادي نديروا له واحد الحاجز باش ما يوصلناش الماء، وقالوا احسن شيء ان نقفل النهر ونغلقه من اساسه، فلم تصنع هذه الفرقه كبير امر، فانه يوشك ان يجتمع ثم يحمل عليه، يعني على ذاك الحاجز اللي داروا، لانهم ما يمكنش ان دير واحد النهر واحد الحاجز وملي تجمع الماء أنه ما يطلعش في ذاك الحاجز، بل سيكون تخريبه أكثر، فيكون إفساده وتخريبه أعظم. والفرقة الثانية رأت هذه الحالة وعلمت أنه لا يغني عنها شيئا. واحد الفرقة قالت بأن هذا الشيء اللي تديرو ما غاديش يغني ولو،
فقالت لا خلاص من محذوره إلا من قطعه من أصل الينبوع. قالت هذه الفرقة بأننا غنقطع ذاك الواد وذاك النهر من المجاري ديالو، من الأصل ديالو، نحبسو الأصل الأصول ديالو من ينتيجي وغاد ما غيدوش يكون. فرامت قطعه من أصله فتعذر ذلك غاية التعذر، ما يمكنش، لأنه كلما غادي يقطع واحد الينبوع ديال النهر يبدا يبان لهم واحد الآخر، إذا لا يمكن. وأبت الطبيعة النهرية عليهم ذلك أشد الإباء، فهم دائما في قطع الينبوع، وكلما سدوه من موضع نبع من موضع، فاشتغل هؤلاء بشأن هذا النهر عن الزرع والعمارة وغرس الأشجار، غادي يشغلهم هذا الشيء عن مصالحهم. فإذا لا الإغلاق نفع مع الفرقة الأولى، ولا سده من أصله نفع مع الفرقة الثانية. فجاءت فرقة ثالثة، يقول ابن القيم رحمه الله، خالفت رأي الفريقين وعلموا أنه قد ضاع عليهم كثير من مصالحهم، فأخذوا في صرف ذلك النهر عن مجراه المنتهي إلى العمران. جاءت واحد الفرقة أخرى قالوا بأننا النهر جاي سنغير المجرى ديالو، نغيروا الاتجاه ديالو وانتهنوا من الأضرار ديالو، فصرفوه إلى موضع ينتفعون بوصوله إليه ولا يتضررون، فصرفوه إلى أرض قابلة للنبات وسقوها به، وفي نفس الوقت غادي ينتفع به واحد الأرض الأخرى، هذيك الأرض لاش صرفوا ذاك النار. فهذا شبه به ابن القيم رحمه الله تعالى الأخلاق، يعني ما يمكنش واحد الخلق اللي خلق فينا الله تعالى أنه نقطعه من أصله، مثلا الغضب هذه طبيعة خلقها الله تعالى في الإنسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال مثلا لا تغضب، أنه ماشي الإنسان ما يغضبش، ما يمكنش الإنسان ما يغضبش، هذا الجماد اللي ما تيغضبش، أما الإنسان ما دامت فيه روح، ما دام فيه إنسانية يغضب. ولكن أشنا هو اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب مثلا، هو ما يحملناش الغضب على ما بعده، يعني باش ما تضربش ولا تسب، أما الغضب كاين ولكن نوجهه واحد الوجهة صحيحة. Mais comment faire, chers frères et sœurs, pour avoir un bon comportement? Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit, en parlant de la méthode avec laquelle on peut nous débarrasser des mauvaises habitudes ou des mauvais comportements, il a dit, certes, la chose la plus difficile à changer dans la nature d'une personne est son caractère. Il donne un exemple d'un fleuve dévalant une forte pente à l'endroit vers des habitations et leurs biens. Un groupe de gens a proposé de mettre une barrière pour fermer ce fleuve, c'est-à-dire pour mettre une barre et d'empêcher l'eau à venir. Un deuxième groupe propose qu'on bloque les sources du fleuve, c'est-à-dire de bloquer même les sources du fleuve, comme ça l'eau ne vient pas. Un troisième groupe propose de détourner le cours de ces eaux tempétueuses loin des habitations pour en faire profiter la terre et les hommes. Donc, bien sûr, ceux qui vont faire une barrière pour le fleuve, pour arrêter le fleuve, ils pourront pas, parce que ça peut aggraver la situation après. Et ceux qui cherchent aussi à bloquer les sources, ils peuvent pas, parce qu'à chaque fois, ils vont voir une autre source. Donc, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous donne cet exemple pour le comportement. Il y a des comportements qu'on ne peut pas couper de leur source, par exemple la colère. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cet exemple de la colère, il nous a dit seulement « ne te mets pas en colère », ça veut dire ne pas faire les conséquences de la colère. Par exemple, de ne pas insulter, de ne pas frapper, etc. Mais la colère, c'est normal que la personne ou bien l'être humain soit en colère. Donc il faut changer ce mauvais comportement par un autre bon comportement, comme a dit Ibn al-Qayyim dans cet exemple. فإذا تبين هذا المثل يقول ابن القيم رحمه الله فالله سبحانه قد اقتضت حكمته أن ركب الإنسان على طبيعة محمولة على قوتين غضبية وشهوانية، يعني الإنسان ركب فيه الله تعالى الغضب والشهوة، وهاتان القوتان هما الحاملتان لأخلاق الناس وصفاتها،
قال وعلاجها إما بتر الخلق من أصله وهذا غير ممكن كما قلنا في مثلا الغضب، والحل هو تحويل هذا الخلق السيء إلى مجرى خير. فلو كان عند الإنسان حسد مثلا فيصرفه في المنافسة على الخير، لا حسد إلا في اثنتين، يقول إذا كان الإنسان مثلا فيه الحسد فيصرف هذا الحسد، ما يحسدش الناس على ما آتاهم الله من فضله، وإنما يوجهه لوجهة ديال الخير. أشنا هو؟ ويحسد مثلا الناس اللي عندهم العلم ولا الناس اللي عندهم المال تنفقوا منه، وهذا يسمى الغبطة، ما تتمناش زوال ذيك النعمة منهم ولكن تتمنى حتى هو يكون بحالهم، هذا هو الحسد اللي مشروع. يقول لا حسد إلا في اثنتين، صاحب القرآن وصاحب المال الذي ينفقه في الخير ويهلكه في الخير ويحرص على التنافس مع أهل الخير. قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يقول مثلا لو كان عند الإنسان خيلاء يعني التكبر، فليختل على العدو في المعركة، يستعمله في المعركة مع العدو، فهذا أمر جائز يقول مسموح به. وأيضا لو أن إنسانا يعاني من الكذب، شي واحد يكذب بزاف، فإنه يصرفه إلى الكذب على العدو وهذا جائز، والكذب للإصلاح بين المتخاصمين، وكذلك ما يكون بين الزوجين للإصلاح بينهما، وكذلك هذا يكون بشروط، كأن يقول يقول ابن القيم رحمه الله ما ذقت ألذ من هذا الطبخ مثلا لزوجته قصد التحبيب والتأليف إلى آخر ما قال. المهم أنه يبين لنا من هذا المثل اللي أعطاه ابن القيم بأننا نصرف الخلق السيء إلى خلق حسن في الخير، في استعماله في الخير. قال ولا يمكن أن نقول إن الإنسان لا يمكنه التغيير، ما يقولش الإنسان هذا الخلق اللي فيه سيء ما يمكنش يتغير، بل إنه يمكنه ذلك قطعا، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتصبر يصبره الله. يقول ابن القيم بأنه ما يقولش الإنسان أنه ما يمكنش نغير الخلق السيء اللي فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم، الإنسان إذا بغى العلم خصو يتعلم، إلا بغى الصبر خصو يتعود الصبر يعني يبدأ يدرب نفسه على أنه يصبر، وإلا بغى الحلم يتعود أنه يكون حليم ما يعاقبش، مثلا إلا قلقوا شي واحد من ولاده يصبر، وهكذا يتدرب على الحلم إلى آخر ما قال. يقول في نهاية هذا الكلام وكذلك الصبر إذا تصبرت فستصبح صبورا. ابن القيم رحمه الله تعالى دي dans sa parole si on comprend cet exemple on arrivera à changer le mauvais comportement en le dirigeant vers un chemin du bien. Exemple, il a donné des exemples, l'envie par exemple, l'envie au lieu d'avoir ce mauvais comportement envers les gens on le dirige vers la concurrence dans le bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'envie n'est permise que dans deux cas, c'est-à-dire qu'il n'y a de désir permis que dans deux situations. Un homme à qui Allah a donné la science et le Coran, qu'il enseigne aux gens et qu'il propage, c'est-à-dire un autre homme a envie d'être comme lui, ça c'est autorisé. Et à qui Allah, un autre homme à qui Allah a accordé une grande fortune qu'il dépense dans le sentier d'Allah. Celui qui a l'envie, il envie cette personne d'avoir la même chose pour dépenser dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit aussi un exemple de mensonge, celui qui ment trop. Il a dit le mensonge pour réconcilier entre les gens, au lieu de l'utiliser dans le mauvais chemin, il l'utilise dans ce qui est autorisé. Par exemple, réconcilier entre les gens. Il dit aussi on peut changer nos mauvais comportements avec l'entraînement, selon le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est qu'en apprenant qu'on acquiert le savoir. Ce n'est qu'en s'exerçant à la clémence qu'on devient clément. De même pour l'endurance. C'est-à-dire on s'entraîne d'être endurant. C'est comme ça on va avoir l'endurance. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نكتسب الخلق الحسن أيها الإخوة، كذلك ومن أهم ما يجعلنا نكتسب الخلق الحسن الإيمان بالله، التوحيد، لأن كلما ازداد التوحيد والإيمان ازداد الخلق، وكلما نقص في الإنسان نقص خلقه ولم يتصل بأخلاق المؤمنين. كذلك من هذه الوسائل مجالسة ومصاحبة أصحاب الخلق الحسن، يعني مرافقة الأصحاب الذين يتحلون بأحسن الأخلاق واجتناب غيرهم، فإن للأصحاب أثرا كبيرا في سلوك الإنسان. لذلك قيل عن المرء لا تسل وسل عن قارينه، يعني هذاك مع من تيتمشى، فكل قارين بالمقارن يقتدي. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثل الجليس الصالح ومثل جليس السوء. كذلك التفكر في أخلاق الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، وقراءة سيرته وكيف كان خلقه مع الناس جميعا. كلما قرينا السيرة ديال الرسل والأخلاق ديالهم والرسول صلى الله عليه وسلم، كلما تخلقنا بأخلاقهم. محاسبة النفس كذلك، لأن النفس أمارة بالسوء، فكلما الإنسان يحس بأنه فيه خلق سيء يحاسب نفسه، يبدأ يحاسب نفسه علاش في هذا الخلق، وهكذا إن شاء الله بتوفيق الله سيذهب عنه هذا الخلق السيء. كذلك قراءة سير السلف الصالح، فإنها من الأسباب المعينة على التخلق بالأخلاق الحسنة، من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم. وعلماء النفس يقولون بأن التربية، لأن القصص والأخبار والسير من أقوى الوسائل التي نكتسب بها الأخلاق. كذلك قراءة الحديث التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم على حسن الخلق، ونهى فيها عن الأخلاق السيئة، ومثلا كتاب رياض الصالحين فيه كثير من هذه الأحاديث. كذلك الدعاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فهذه بعض الوسائل التي بها نكتسب الخلق الحسن. La vraie foi est la source de tout bon comportement. Il faut savoir ça, la foi, celui qui a une bonne foi, il aura un bon comportement et vice-versa. Réfléchir aussi à la situation des prophètes alayhi salatu wassalam dans le Coran, et comment était leur méthode et leur manière de se comporter avec toutes les créatures. Et que lorsqu'ils s'élèvent avec leurs âmes et leurs bonnes qualités, ils furent les plus aptes à avoir de l'effet sur les cœurs des gens et leurs âmes. Réfléchir à la situation du messager sallallahu alayhi wa sallam, surtout en regardant toujours sa vie, c'est-à-dire sa biographie, et en connaissant comment était son comportement avec tous les gens. Lire la vie des grands, les biographies des grands personnages parmi les musulmans et les réformateurs depuis l'époque du compagnon radiallahu anhum et ceux qui vinrent après eux jusqu'à nos jours. Et regarder aussi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple le livre de Riyad Salihin, les 10 hadiths qui nous montrent le bon comportement et nous éloignent du mauvais comportement. Et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montrait cela, il disait dans une invocation: Ô Seigneur, guide-moi vers les meilleures qualités et les meilleures actions, car tu es le seul à guider vers elles, et éloigne de moi des mauvaises actions et des mauvaises qualités, car tu es le seul qui puisse m'éloigner d'elle. نسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق وأن يصرف عنا سيئها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم،
وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.